السلام عليكم، معكم محمود من قناة روا لايف. حلقة جديدة النهاردة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حلقة النهاردة سريعة خفيفة، ولكن موضوع عميق محتاج بعض التركيز مننا لو سمحتوا لحد آخر الحلقة إن تكرمتم. هبدأ الحلقة، وهو موضوع الحلقة هو بيتين، شوية بيتين شعر في الأول. بيبدأ البيت بالعجلة. العجلة مش اللي هي البسكليت يعني، العجلة هي التعجل. ممكن يكون حاجة من حوائج الدنيا ليك فيها مصلحة وتحاول تقضيها، ولكن باستعجال فتضيع منك كلها فتحزن. فهنبدأ بيت الشعر كما يلي، أو أبيات الشعر لأنها حوالي 3 أو 4. بيبدأ بيت الشعر بيقولك: عجلته أوقعته في جب العناد، تمام؟ فأمسى ويداه ملء أصفاده، إن دنا الفرج صده الإعراض، وإن كف الذل ناداه باغتباطه، لا أتعبه الظعن وجرع المضاد، فتلوى وخلى بينه وبين المعاض، عسيرا صار يسيرا بقيراط، وبصير أعماه كله عن الغطاط. تمام، معنى هي الأبيات دي ارجع للغة العربية. هو مش قرآن طبعا، ولكن هي ألفاظ شعرية بديعة بتعبر عن إن حد ممكن يكون عارف مصلحته وشايفها بس مش عايز ياخدها كبرا، او اللي انا بعمله هو الصح، لو انا غيرت الناس هتاكل وشي وهتقول انت كنت ماشي غلط. كبر عن تغيير المبدأ. ويقولوا اساطير الاولين بقى. ايه اساطير الاولين؟ ناس كتيرة تسمع عنها او قريتها في القرآن الكريم. اساطير الاولين ناس كتيرة فسرتها، قالوا مثلا ايه اساطير الاولين؟ اللي هي جاية من السطر، يسترون يعني الاسطر، السطرين اللي كنتوا بتقولوهم كل القوم اللي فات، كل ما نقول لهم مثلا اعبدوا الله الواحد الاحد، فيقولوا ايه الدليل ان انت ساحر كذاب زي ما قالوا على معظم الانبياء، او يقولوا الكلام اللي انت بتقوله ده مثلا لا يتسق مع عاداتنا وتقاليدنا، احنا نغير تقاليدنا. فده كان السطرين اللي بيتكرر. في ناس تانية قالوا ايه اساطير الاولين جاء من اسطورة مثلا ولا حاجة، ان هو فكرة الاله المتجسد على شكل صنم او تمثال هو ده اللي احنا هنقدر نصدقه، واللي انتوا بتقولوا عليه ده انتوا عايزين تمرروا عيشتنا لعبادة اله ما بنشوفوش، بينما في اله تاني احنا شايفينه ما بيأمرناش باي حاجة والدنيا فل وزبادي في الخلاط، فانتوا جايين تغيروا ديننا وعقيدتنا على الفاضي، او عشان تعذبونا مش عشان تريحونا، وكلامكم ده كله غير مقبول. حتى لو حصلت معجزات وأدلة يقول لك انتوا سحرة، انتوا بتعملوا سحر. ففي ناس بهذا السبب بيمنع عن نفسه خير كبير، او النور ربنا انه يخش ذهنه وقلبه انه ينور له طريقه ويفهم، هو منع نفسه عن الموضوع ده، يقول لك لا ما انا لو انا خاف اصدقهم. ويمكن تبقى عارف لانك شفت على ناس قبلك، ناس ربنا نور طريقهم وبصيرتهم وبقوا مع اهل الخير او اهل الايمان اللي هم مش اهل الهوى، فيقول لك لا انا خاف ابقى زي دول، فبقى مع القله، انا في مع الناس الكويسه اللي هي بتعمل المعاصي وبتزني وبتشرب خمره وبتعبد اصنام وعايشين عيشتنا زي الفل وبنغتب بعض وبنقتل بعض والدنيا حلوه جدا. بس احنا الاكتريه، هم وحشين وظلمه اللي انا معاهم، ولكن احنا الاكتريه، احنا اللي مسيطرين. مهما كنت من الخير، هو وجهة نظره كده، مهما كنت من الخير والصح والأمانة والعدل والشفافية في والمصارحة وكل الحاجات المعاني الجميلة الموجودة في الهداية اللي نادى ليها كل الأنبياء، يقول لك لا برضو أنا مع الناس اللي بتكسب. يعني يقول لك أنا إيه اللي يوديني مع الجانب الخسران؟ في وجهة نظره ده الجانب الخسران، لأن بيبص على تحت قدميه، يعني اللي انا هكسبه النهاردة. ففي ناس كتير ممكن يكونوا من وسطنا مسلمين ومؤمنين ومن المصلين ومن حافظ القرآن احيانا، ولكن الفهم العميق للإسلام والإيمان بالله عندهم مش واصل قوي، منقطع في فترات طويلة، ممكن يوصل بعض الأحيان ولكن في بعض الفترات الطويلة. اما يتحطوا تحت في موقف غضب او في موقف تعمل كذا وتبقى مع دول ولا مع دول، ما عندوش، ما بيفكرش، يقولك لا انا مع دول، مع الوحشين مدام هم الكسبانين، ما مش
يعني انا ما فهمش قوي يعني في وجهة نظره برضو، يقول لك انا ما فهمش قوي ان الناس دي الغلابة دول اللي بيقولوا احنا بندعو ربنا الواحد الاحد هم دول اللي معاهم الفرج، او مثلا يقول لك لا خليك قول الحقيقة في وجه سلطان فاجر او ظالم او كافر او فاجر او ظالم او فاسق وانت تخش الجنة، يقول لك ماشي اخش الجنة بس بحاجة تانية الا دي، ما اقفش انا قدام الحاكم. جربوا انتوا اقفوا قدام الحاكم، لكن انا ما اقدرش، انا مش عايز، انا خايف. فبيبقى عنده العقلية ما فيهاش حسابات كتير، مباشرة انا مع اي حاجة كسبانة واكفي خيري شري. في ناس بتكفي خيرها شرها وبتفضل ماشية جنب الحيط والحيط ينطبق عليهم، او يمشي في ظل الظالم فالظالم يروح دايس عليه وهو ماشي، عادي جدا وبتحصل كتير واحنا مجربين بس ما بنطعش. الابيات بقى اللي انا قلتها لك، ويعني مثلا في ناس تجرع المر والمضاد والحاجات بقى الذل وكده، وبطنه تغلي من كتر الحميم اللي بياكله مثلا وبتاع، ويعني وقله المزاج وقله الراحه، ويجي حد يقول له طب انا هريحك هتنام مرتاح صدقني، واحنا وعيلتنا كلنا دخلنا الاسلام وبقينا مؤمنين وبننام كويس، يقول لك لا على الاقل انا ما بعرفش انام وقله راحتي وبتعذب وشارب المر وباكل حاجه سيئه جدا، ولكن مستور الامن، يقول لك الامن انا في امان، في امان انا الناس دي بتوفر لي الامن. طب لما ابقى معاكم هنام كويس بس هفقد الامن، اي حد ممكن يخطفني فجاه لاني مش معاهم لاني ضدهم. ده معنى عميق يعني، ناس كتيره بتبقى شايفه الموضوع من بره، لكن هو بصراحه مش هتفهم معناه الا لما تجربه. زي ما يقولك ايه حلاوه ولذه العباده ولذه الايمان، لذه قيام الليل ان انت لوحدك مع الله وبتعمل حاجه نافله لوجه الله تعالى وبترغب الى الله فقط، احساس رائع جدا للي يحسه ان انت بتطلب الطلب من الشخص الصح او من الاله الذي يسبب كل شيء. فخلاص تقول ايه ده، يا عارف انت زي يعني والله المثل الاعلى، لما توصل اما عندك مشكله في مكان حكومه او اداري او كده وعايز توصل للمدير وبتاعه مين المسؤول، يقول لك لا ماليش فيه روح لفلان روح لفلان، لحد ما توصل للمدير اكبر حاجه فيجي يقول لك ايوه عايز ايه يا حبيبي، يقول انا عايز كذا، طب ماشي هات الورقه امضيه لك، تقول ياه هو ده اللي كان في ايده كل حاجه، انا كنت تايه عنه فين وعمال الف على الموظفين كلهم هو ده. فبتبقى مرتاح ازاي؟ فتخيل بقى اما تروح لمالك الملك مالك الملوك وخالق الكون ومسبب الاسباب ولمن الملك اليوم لله الواحد القهار، تروح له في قيام الليل وتطلب منه وتحس ان خلاص انا وصلت لربنا للحد اللي في ايده كل حاجه، اللي مشكلتي ما كانش ليها حل اللي عنده وانا تايه في الدنيا. فعارف اما توصل للنقطه دي وتتذوق كده في قلبك ان انا ارتحت، انا قدمت شكوتي لمالك الكون لمالك الكوكب لمالك الحياة لمالكني أنا ومالك روحي، ساعتها تبقى مرتاح وخلاص أنا سلمت أمري لله، خير خير شر شر أنا قابل كل حاجة، لأن خلاص ربنا سمعني وسجدت وخشعت وبعد كده صليت الفجر وطلعت على الحياة صدري مفتوح وباخد نفس، صدري مش ضيق حرج زي الأيام اللي فاتت. اخر بيت بقى اللي كنت اللي في الابيات اللي قلتها، اما قلت لك عسيرا صار يسيرا بقيراط، يعني ان شاء الله يعني عارف العسر الحاجه الصعبه عند الذليل بالنسبه له ايه اليسر الجميل ده وبتاع، ان شاء الله بقيراط يعني ياكل بصله معفنه مشششه مثلا وبتاع وقديمه، يا جماله يا حلاوته. وفي ناس يقول لك هو ده الرضا، يعني لا الرضا ان احنا ما نرضاش بالظلم وسوء الحياة. في ناس تستعين حتى والعياذ بالله بالنص الحديث، اما النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني عام الرمادة او في فترة الجوع، او سيدنا عمر الخطاب مثلا عام الرمادة فما حصل مجاعة، او النبي عليه الصلاة والسلام او سيدنا علي بن ابي طالب فما كان في جوع وفي حصار عليهم وبياكلوا بقى زيت او ياكلوا ورق الشجر او في حصار الاحزاب او في اي موقف كان فيه صعوبة في الحياة اللي هو ما عادش كتير اصلا، ويقول لك برضو موقف النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش في بيته غير كوب لبن او كده فعزم عليه على حد، فطبعا الفترة دي كان فترة حصار فترة فقر، لكن بعد الغزوات الدنيا كانت راغدة وفي غنائم والدنيا حلوة، لكن الناس بتتناول عن قصد فترة القحط والصعوبة وكأنها كل حياة الأنبياء والعشرة المبشرين بالجنة والخلفاء الراشدين والصالحين، لا أبدا
ما كانش حياتهم كلها كده، وعمرهم ما قبلوا الذل، وعمرهم ما قبلوا الظلم او ان قلة المعاش دي كانت فترة وحالة، وصبروا وآمنوا بالله، نحمد ربنا على ما أوتينا عليه دلوقتي لحد ما يجي الأحسن. لكن واحد يبقى لقمة الذل قدامه وقدامه لقمة الخير ويسيبها ويروح لقمة الذل وياكلها ويقول لك يا الحمد لله، ده ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، هذا ورع كاذب 100%، ورع كاذب. انت عارف ان اللقمة دي انت واخدها علشان ذلك، علشان وافقت على المهانة، علشان وافقت انك تظلم اخوك، انك تشهد ضد اخوك، انك تسيب اخوانك اللي امنوا بالله وتروح مع الظلمة. اخر بيت يعني برضو ايه، هتناول الشطر التاني بتاعه، وبصير اعماه كله عن الغطاط. يعني بيبقى ربنا مديك البصيرة ونعم كتيرة وصحة كويسة وبسطة في الجسم وكل حاجة عندك، ولكن ربنا يعميه عن متعة هذه الأشياء. شايف زوجته وحش مجنح بشنب، شايف عياله عفاريت، شايف عمله جحيم وصخرة، وشايف الفلوس اللي بتجيله يعني بتحس انها بتطير كأنها عصافير، عصافير بأجنحة طويلة كبيرة، اول ما ياخدها بتطير وكأنها غربان، غربان امواله كالغربان. انا على فكرة سمعت المصطلح ده من حد في روسي، اللي يقول لك الفلوس هنا عاملة زي الغربان، يعني اول ما تمسكها كده سودة تسد النفس وتطير على طول. اللي بيعمل واحد ان هو كله او كسله او غفلته وغفوته، ان الواحد بيبقى غفلان وتايه في الدنيا وملكوتها وزخره في الدنيا، والناس اصحاب السلطة اللي بتضغط عليه باستمرار وتزن في ودانه انت كذا اعمل كذا، لو ما عادش مش عارف ايه يحصل لك كذا، تحت الضغط ده هو حاطط نفسه في الكادر ده، فنعمة ربنا ونور ربنا بعيد عنه، هيشوفه ازاي؟ لان عامي نفسه هو اللي عامل كده. الظلمة هتتحاسب وكل حاجة، ولكن المظلوم برضو اللي رضي بالظلم سياخد جزء من العذاب لانه رضي بيه. فيقول كيف رضيت به يا ملك الملوك؟ يقول لك كان لك الفرصة انك تسافر، انك تهاجر، انك تغير عملك، انك تغير زوجك، انك تغير صداقتك، انك تغير مكانك، انك تقول كلمة حق. اديتك فرص كتير، ربنا سبحانه وتعالى هيقول للعبد اعطيتك الفرص ولكن اهدرتها كلها. هيحصل يوم ده آت يعني، وما انتم بمعجزين وما توعدون لآت. دي كانت نهاية الحلقة ان شاء الله. بس بختم في نهاية الحلقة كده ان اقول لكم كل حاجة ممكنة مدام التوبة لسه مفتوحة. توب الدنيا ممكن تتغير تماما. اللي يقول لك ملكش توبة، افكركم بقصة الراجل اللي قتل 99 نفس وسأل الشيخ قال له ليه توبة ولا لا، قال له ملكش، ده انت قتل 99 فاكمل به المئة. قصة معرفش حقيقية ولا لا، ولكن في حياتنا حاليا حقيقية. باب التوبة ربنا هو اللي فاتحها مش احنا، فأي حد يقول لك ليه توبة اسأل ربنا واكيد هيقبل توبتك ان شاء الله. المهم تبقى عايز تتوب. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم.